غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية، يعني بعد التحية أطلعنا على المستجدات، ماذا تعني كلمة أو نقطة اللاعودة؟ ما هو التخوف من نقطة اللاعودة والرد الأقصى من موسكو؟ بعد التحية هاجر، هنا في الداخل الأوكراني لا يعولون على ما يأتي من قبل سيد ديمتري ميدفيديف، كونه هو مطلوب هنا في الداخل الأوكراني وعلى قائمة الإرهاب الأوكراني والدولي أيضا. لذلك كل ما يأتي من تصريحات هو يهدد كثيرا، وهو أيضا يطالب القوات الروسية بإبادة أوكرانيا بشكل كامل، وهذا يأتي دائما ضمن تصريحاته المستمرة، كونه أيضا يشغل منصبا رفيع المستوى في الداخل الروسي. ولكن أوكرانيا هي تقول بأنها سوف تدخل إلى حلف شمال الأطلسي اليوم أو غدا أو بعد غد، أي أنهم يعولون على انتهاء الحرب ثم دخول أوكرانيا، بعد أن قام أيضا رئيس حلف شمال الأطلسي اليوم بتعيين أيضا رئيسا لمكتب حلف شمال الأطلسي في الداخل الأوكراني. هذا الرئيس الذي سوف يشغل هذا المنصب كان وزيرا للدفاع البريطاني سابقا، وهو أيضا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، وهذا الشيء الذي يعني تقرب أوكرانيا بشكل كبير إلى حلف شمال الأطلسي، وهذا ما يريده وما ينويه الجانب الأوكراني وعلى رئيسهم فلاديمير زيلينسكي. أما ما يأتي من خلال التحديثات المستمرة من قبل شمال الأطلسي الذي يعلن بأن الوقت لأوكرانيا لم يأتي حتى هذه اللحظة ليتم التفاوض على دخولها، ولكن هناك بعض الآمال الذي وضعها الرئيس الأوكراني في آخر تصريح له، حيث قال بأن أوكرانيا سوف تدخل في حلف شمال الأطلسي وهذه الحرب سوف ننتصر بها حتى وإن كان الثمن باهظا، ولكن دون الاستسلام ودون تسليم أي أرض من الداخل الأوكراني. وأيضا هو أشار بأن موقف الولايات المتحدة الأمريكية ما قبل نوفمبر وما بعد نوفمبر لن يؤثر على الداخل الأوكراني، وهو يده مفتوحة لكل المرشحين الذين سوف يفوزون في الحرب أو في البرلمان أو الرئاسة الأمريكية أيضا في المستقبل القريب. نعم هاجر. غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك، كنت معنا من كييف.